المخرج بيقول نيهال. ازيك يا عمرو؟ اهلا نيهال هانم. ازيك يا مدام رجاء؟ اهلا بيك يا نيهال. انا معلش هسألكوا بس سؤال، هي الفتاة اللي بتسأل السؤال دي بتشتغل ولا ما بتشتغلش؟ بتشتغل يا فندم. بتشتغل. طيب بتشتغل، العملية مش محتاجة أبدا إن هي تسأل سؤال زي ده، لأن هي لو في الشغل هي قاعدة معاه طول النهار في الشغل. حضرتك إحنا بنجتمع وبنشوف بعض وممكن نكون بنعمل ده اللي أنا بقوله بقى، فتبقى حاجة إندايركت، ما ينفعش إنها تبقى دايركت. الإندايركت دي بتبقى عاملة إزاي؟ أيوة يا فندم. تبقى عامله ازاي؟ ما انتوا بتقعدوا بقى بتاكلوا مع بعض، هي لازم تكون لابقه، تدخل في الحوار، تتكلم، تاخد وتدي معاه. الشغل انت قاعد 8 ساعات مع زميلك. ما فندم في ستات تانية، لكن ما ينفعش تبقى مباشر. في فتيات اخرى قاعدين وبيخشوا في الحوار، هي بتسال هل احاول لو عجبني اكذبه؟ عارف ليه؟ معلش. في النادي مثلا، انا هقول لك ليه. في النادي بتشوفه كل جمعه مثلا لما بتروح، تزود عدد مرواح النادي، يعني تعمل مجهود، يعني تعمل حاجات مش مباشره. ما ينفعش حاجات مباشره بقى. لان انا عايز اقول لك حاجه عن تجربه، انا عندي 57 سنه، عن تجربه. الراجل الشرقي فيه حاجتين، اللي بتبتدي معاه كلام، ما هو يا ريت انتوا طبيعيين، انتوا مش طبيعيين، اللي بتشغله مش هيتجوزها، انتوا كلام هيجوز. بس وعلى الهوا كده ومنفتحين وخلاص. انا اعرف مذيع زي حضرتك كده مشهور قوي، اتجوز واتطلق، ولما حب يتجوز تاني مامته ما رضتش تخليه يتجوز واحده مطلقه مع انه متطلق، واسمه عايش بره يعني سنين طويله. فانتوا بس بتبقى العمليه كلام، انتوا بيدخل فيه التفكير، بيدخل فيه اهلك. يعني انت عايزه تقولي لي ان اللي حبان محافظه دي تتجوز اسرع من اللي تبان منفتحه؟ مش دايما. لا ما بقولش كده حضرتك، انا بقول هي بتخرج وبتشتغل وبتروح النادي، تقدر بتكتيك لطيف وشيك تكتيك. ان هي تكون متواجده معاه اكبر قدر ممكن، سواء في رياضه او في الشغل في حوار، في كل ده لقت قبول منه وفي فرصه ان هي تاخد وتدي معاه، اوكي. لكن ان هي تطرد وتبعت مسجات وتقولها له دايركت. طب حضرتك خدي السؤال الصعب بقى، تخرج معاه؟ اقول لك حاجه، اسمعني بس عن تجربه. ما فيش حد ما حبش، انا حبيت وانا صغيره وانا عندي 17 سنه. كنت بروح الكليه وكنت بركب كل يوم في معاد ثابت، كان بيركب معايا شاب في معاد ثابت. قعدنا سنه احنا مواعيدنا ثابته، خلاص في السنه دي بتعرف انه هو ساكن جنبك، بتشوفه كل يوم جاي من الاتجاه ده. حد من الجيران دي يقول لك مش عارفه ده فلان ولا كذا. بعد سنه يبتدي يقول لك مثلا ايه، اتفضلي حضرتك اقعدي لو ان انا كذا. طب بعد سنه أمسكها. بعد سنه قال لك اتفضلي اقعدي؟ طبعا ما انا ما اقدرش اكلمه. ايه بس هم اليومين دول هيكون طار. لا عيني عليه، ما اقدرش اكلمه حضرتك. معلش ده في عصرنا زمان، الوقت عصر السرعه. هات سنة. من الاخر، هات من الاخر على طول. من الاخر من الاخر ما ينفعش هي تبتدي. لكن اللي بتشتغل حضرتك واللي بتروح نادي، ربنا مديها مقومات ان هي تقدر انها تفتح معاه حوار. طب السؤال المهم، زمايل في الشغل، السؤال المهم، السؤال المهم، اتفضل. تخرج معاه؟ ما في الشغل هتخرج معاه دي واحدة. ما هي في الشغل، في الشغل في الشغل وفي الجامعة اتنين ليمون بنعناع في الجامعة اللي بيجيب حموضة ده. النادي احنا كنا زمان بنركب المترو الاخر لما كنا بنتكسف. دي حاجة متعبة قوي حكاية المترو الاخر دي. لا والترماية بتاع اسكندرية في الدور الثاني. والله يا جامد انت بتاع الدور الثاني بتاع الترماية. مشتركة في النادي تروح ما تروحش ليه؟ زميلها. ايوه ليه؟ لا ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ شكرا نيهال هانم.